السلام عليكم. اهلا وسهلا، عايز اسلم عليكم. رد معايا، ربنا يمد في عمرك ويخليك لينا لمصر. اهلا وسهلا بيك. الله يسلمك. الله يعزك. يا رب يعيننا ويدعو لنا. تمام؟ جالك يا ريس والله. محتاجين دعواتكم والله. ربنا يعينك. ربنا يعينك. ايدي الشقيانه يعني. ربنا يعينك. ايدي الشقيانه انا بسلم عليك. اللهم امين. ربنا يعينك. اللهم امين. يا رب اطلع فيك يا باشا. ربنا يعينك. صحيح والله. احنا بنحاول نعمل حاجه. ربنا يزيدك. ربنا يعينك. شرفت. انا اشرب كل يوم بخير. بس بتزرعوا رز ولا لا؟ رز وقمح وكل حاجه. والسعر كويس؟ الحمد لله رضي بصراحه. الله يرضى. بس في حاجه بس واحده. اتفضل. يا ريت التقويات تيجي حلوه. تقويات بس تتوفر للمزارع في الجمعيه. احنا بنحاول والله ان احنا نعالج المسائل دي، ان احنا نوفر تقوي كويس. لان بالمناسبه عايز اقول لكم قليله شويه يا معلم. انا هقول قليله شويه. ما انا هقول. احنا من مصلحتنا كدوله ان انتوا تجيبوا احسن انتاجيه، سواء كان في الكميه او في النوع. مصلحه الدوله. هو فدان. انا بطلب طلب واحد بس. هو طلب مهم للكل. يا ريت السيد وزير الزراعه يخلي الشركات بتاع الادويه تحط الرقم بتاع السعر على الازازه. ادويه المبيدات ما بنضعش على حاجه. دي بخمسه بعشره. صاحب المحل بيبيع براحته. معلش يا ريت يرحم الفلاح. بس السعر على الازازه بس، مفيش اكتر من كده. السعر عليه. ويا ريت الجمعيه الزراعيه توفر لنا زي زمان الدواء والدواء والتو في الجمعيه. ده اللي احنا نطلبه من حضرتك وسعادتك. لو حضرتك لو ممكن مصر تطلع انتاج غلي تكفي مصر، ما نحتاجش ارداب واحد من بره. لو التقويات وكل حاجه بقت 10 على 10 صراحه. وكمان والرز برضه يزيد شويه عن كده. شكرتين بس الفدان ما تكفوش. احنا كنا بنصرف ثلاثه الاول. طب انا هقول لكم حاجه عشان نتكلم كلام احنا بنحترم عقد بعض. اتفضل. عايز اقول لك ايه؟ الكيماوي ده كان بيتعمل وكان وحدة الغاز كانت ب 3 دولار. وحدة الغاز دلوقتي بسعر ب 40 دولار. ما شاء الله بكام؟ هو قبل حتى ما كان حتى ايام ما كان ب 3 كان الثمن اللي انت بتاخده بيه هو نص الثمن اللي اتباع بيه بره. الدعم. هو فرق الدعم. يعني فاهمين اقصد ايه؟ طيب لما حصل ده احنا ما زودناش الغاز قوي على شركات الغاز اللي هي دكتور مصطفى. انا بقوله ليه؟ لان انا عايزك برضو تبقى عارف الحكايه معايا. تبقى عارف ليه احنا مش قادرين نخليهم 3. النهارده الطن 6000. الكيماوي اصلا 6000. 6000. طب هو ثمنه كام دلوقتي؟ ثمنه على قديم في حدود ال 10. ثمنه على الجديد اضرب في مره ولا اتنين كمان، يعني مش 10 بقى يبقى 20. بس انا ما زودتوش عن كده. مش انا ما زودتوش يعني متفضل عليكم، لا انا بحاول اراعي احنا كدوله ان احنا التكلفه ما تبقاش، لان في النهايه الرز لو غلي هيبقى غلي على مين؟ على كل الناس. فالغاز ثمنه مش كده. وانا قلت قبل كده ما اعرفش انتوا سمعتوني ولا لا، قلت لكم ان احنا لما الغاز غلي والبترول غلي انا ما غليتوش على الناس. ليه؟ مش البلد مش هتستحمل. البلد ايه؟ مش هتستحمل. الناس مش هتستحمل. والله احنا في نعمة نتحاسب عليها. ده فضل من الله. ومش بس كده. طب الكهرباء. الكهرباء كانت برضه وزارة الكهرباء بتاخد من وزارة البترول الغاز ب 3 دولار للوحدة. قبل الغاز ما يغلى احنا كان تقريبا في 17 18 ألف وحدة بتاخد الكهرباء بتلت ثمنها أو نص ثمنها. ها؟ 17 مليون. 17 مليون يعني 17 مليون اسره. بكام؟ بتلت ثمن الكهرباء. امتى؟ قبل الكهرباء لما كانت واحده ب 3 دولار. طب انا الواحده بقت ب 40. زودت؟ لا
ربنا يرضى زي ما هو. وبالتالي انا عايز اقول ايه، ده اللي الدوله حاولت ما تخ... ما... ما... ما تعكس الازمه اللي موجوده بره علي... على اهلها. بالمناسبه ما حدش بيدفع حاجه منين، احنا ما نجيبش من جيوبنا، نجيب مين؟ جيب مصر. جيب مين؟ بس برضو يعني القلب على القلب رحمه. الله يعينك. القلب ايه؟ الله يعينك يا راجل. انا سعيد اني شفتكم النهارده، متشكرين. كل سنه وانتم طيبين. سلموا لنا على اسركم لو سمحتوا. دعواتكم الطيبه. سلام عليكم.